بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة مرح. ساعة مثل ما عودناكم راح تكون مليئة بالمتعة والفائدة، وأكيد مليئة بكل المرح والفرح. كل اللي عليكم تسوونه أنكم تشاركونا وتتصلون علينا طبعا على الرقم 44-333-444، وراح نكون وياكم دائما 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 أنا وحصة. حصة شخبارك اليوم؟ طيبة؟ الحمد لله. يلا رحبي بأصدقائنا يا حصة. كمان ما تنسوا الفقرة المفضلة لدي، وهي نادي ساعة مرح التي نتلقى بها صوركم ومواهبكم وفيديوهاتكم. إيه ذكريهم ذكريهم بعد حصة، كم رقم المشاركة عشان يطرشون؟ على رقم 559-585-85. حلو يا حصة، بس اليوم ما أدري، مو بعجبتني. شفيت شيء اليوم؟ أنا؟ إيه؟ اليوم؟ أبداً أبداً أبداً. أنا أحس إن أنتي مرتبكة. دقيق خليني أقرب منك شوية حصة. أشوف. لا، الحرارة يعني أوكي يا حصة، ما في شيء، أمور طيبة، بس مرتبكة اليوم. لا، لازم تقولين لي إيش فيك يا حصة. خليني أرجع مكاني عشان أقدر أتكلم وياك بعد. يلا قولي لي إيش فيك، ليش مرتبكة يا حصة؟ أنا؟ إيه؟ أنا بالفعل مرتبكة يا عبد الله. أنا حسيت إن أنتي مرتبكة. وأريد أن أخبرك بشيء. إيه؟ ولكن عدني بألا تغضب، أرجوك. ما أقدر أوعدك يا حصة، لازم أشوف شنو الشيء اللي أنتي سويتيه، بعدين أقدر أحكم يا حصة. يلا قولي لي شفيت، شنو سويت اليوم؟ اليوم؟ إيه؟ اليوم؟ نعم، اليوم؟ إيه؟ سمحت لنفسي بأن أدخل غرفتك. أردت أن أخذ شيء بسيط جدا. دخلتي غرفتي؟ بدون ما تستأذن مني؟ أوكي يلا، دخلتي غرفتي، شنو سويتي؟ ولكن يا عبد الله، ولكن بدون قصد. إيه؟ بدون قصد. إيه؟ بدون قصد التفت فوقعت أنينة العطر على الأرض وانكسرت. كسرتي عطري يا حصة؟ أي عطر فيهم؟ العطر المفضل لديك، اللي لونه أزرق. حصة يعني ما أعرف شو أقول لك، دخلتي غرفتي بدون ما تستأذنين مني وكسرتي عطري اللي أنا أحبه. ما أعرف شو أسوي معك. خلاص أنا 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 زعلتي حصة، يعني أنا في الحديقة هذه ما قعدت ولا مرة، اليوم قعدت لأن أنت سويتي شيء زعلتيني يا حصة. عبد الله وما راح أتكلم معك. خلاص عبد الله، أنا أعتذر منك، وأعرف إنها هدية، ولكن بدون قصد يا عبد الله، بدون قصد. ما أرجوك يا عبد الله، أرجوك اسمعني ولو مرة واحدة فقط. أوكي. أنا بدون قصد يا عبد الله. زين. خلاص، لا تصحين يا حصة. شنو تتوقعين إن أنا أسوي لك الحين بعد الشيء اللي سويتي؟ ستغضب مني كثيرا، وأكيد ستعاقبني. يعني حصة، لا تصحين، خلاص. الشيء اللي أنت سويتيه شيء صح انه زعلني شوي وخلاني اغضب بشيء بسيط، بس اكيد 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 يا حصة انا راح اسامحك. حقا؟ نعم حقا يا عبد الله، حقا. نعم انت رائع يا عبد الله، انت رائع. بشرط واحد يا حصة. اخبرني. توعديني ان مرة ثانية ما تدخلين غرفتي بدون استئذان، وحتى وبشرط غرفتي اي شيء تسوينه لازم تستأذنين من الشخص صاحب هذا الشيء. حاضر. حلو يا حصة، بس دائما أنا أقول ودائما نذكر
إن المسامح كريم وإن ديننا الإسلامي والرسول والقرآن وصونا بالمسامحة، ولازم نسامح الناس اللي يغلطون، بس نشوف شنو الشيء اللي سووا لنا إياه وإن شاء الله ما يعيدون هذا الشيء. فلازم نسامح، والتسامح من أساسيات ديننا الإسلامي يا حصة، صح ولا لا؟ يا سلام يا سلام يا عبد الله، يا سلام على هذا الكلام الجميل. وبعد ما نغضب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صح أنت سويتي شيء غلط، وصح أن أنت كسرتي العطر، بس أنا ما عصبت عليك، ما عاقبتك، وسامحتك على الشيء اللي سويتي، لأن أنا أعرف أن أنت سويتي هذا الشيء بدون قصد. صح يا حصة؟ صح صح، بدون قصد، بدون قصد، صح بدون قصد. ودائما احنا نذكر، وراح نشوف اتصالات اصدقائنا اللي يتصلون علينا اليوم ونسالهم هذا السؤال: اذا شخص مثلا غلط عليكم او شخص زعلكم، تسامحونه ولا ما تسامحونه؟ واذا في شخص بعد زعلكم بطريقه كبيره، هل تتصرفون بروحكم ولا تستشيرون امكم وابوكم وتخلونهم يساعدونكم؟ صح ولا لا يا حصه؟ صح يا عبد الله، كلام رائع رائع. شكرا شكرا يا حصه. ها سمعتي الرنة هذه؟ ايه؟ هذا الاتصال هدية مني لك. شكرا شكرا يا حصة، لاني سامحتك صح؟ حلو، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ ركان. ركان، كم عمرك؟ 7. العمر كله يا ركان، شنو حاب تصير يوم تكبر؟ شرطي. شرطي، حلو يا ركان. ليش قاعد تضحك؟ الرسوان. ها؟ عمري 4 سنوات. عمرك 4 سنوات، اوكي زين يا ركان. زين ركان، اذا مثلا واحد قال لك، واحد خذ لعبتك مثلا ورجعها لك، تسامحه بعد ما يرجعها لك ولا ما تسامحه؟ لا ما لا تسامح. ليش لازم تسامح الناس؟ زين زين يا ركان، اللي انا سويته مع حصة صح ولا غلط؟ انا سامحت حصة صح ولا غلط؟ صح صح. زين ركان، ما شاء الله عمره 4 سنوات بس يتكلم يا حصة. شو شيء يتكلم؟ يا سلام عليك يا ركان. انزين ركان، عندك شيء تبي تسمعنا اياه؟ ألف وباء. يلا سمعنا ألف وباء ركان. يلا. ألف أن ابني ما ابني يركض لما حاضر. يا ركان يعطيك العافية. عندك شخص، منو اللي قاعد وياك الحين؟ خلنا نسمع الصفقة، خلنا نسمع تشجيعه. يلا. يا سلام يا سلام يا سلام يا ركان. زين ركان، جاهز لسؤالنا؟ ايه. يلا يا ركان، سؤالك السهل يقول: ما اسم الفاكهة المذكورة في القرآن 3 مرات؟ هل هي التين ولا الرمان ولا النخل؟ يا ركان تساعدك حصة، أكيد يا حصة. هيا يا ركان، التين، الرمان، النخل. لا لا لا، مو بالتين، غير غير. الرمان. يا الرمان يا ركان. حتى نفس اسمك الرمان يا ركان، وإجابتك شنو يا حصة؟ أكيد أكيد صحيحة. يا سلام عليك يا ركان، يعطيك العافية، وأكيد راح تحفظ الحروف الأبجدية وبعدين تتصل علينا مرة ثانية وتسمعنا هذه الأنشودة الجميلة، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح صحيح صحيح. دائما احنا أصدقائنا يتصلون علينا، وأكيد احنا أصدقائنا من كل الأعمار، شفتي؟ عمره 4 سنوات، وفي ناس عمرهم 8، وفي ناس عمرهم 10، نفسك يا حصة. يلا حصة ردي عليهم الحين. يلا يلا. ألو. اهلا اهلا، مين معي؟ من؟ محمد. اهلا يا محمد، ويا محمد كم عمرك؟ 9 سنوات، رائع. وماذا تريد ان تصبح يا محمد؟ طبيب. طبيب، طبيب ماذا؟
طبيب أسنان. طبيب أسنان رائع، يريد أن يصبح طبيب أسنان يا عبد الله. يا سلام، يعالج أسناني لازم. عندنا وايد أطباء أسنان، بس إحنا راح نختار محمد ونروح له بعدين. أكيد أكيد أكيد. زين محمد، إيش رأيك اليوم؟ ما راح أقول لك إيش رأيك في تصرف حصة، راح أسألك إيش رأيك في الشيء اللي أنا سويته مع حصة. هي دخلت غرفتي وكسرت العطر اللي أنا أحبه واللي جاني هدية، بس أنا سامحتها لأنه كان بدون قصد. صح الشيء اللي سويته ولا غلط؟ صح صح صح. زين أنت إذا مثلا واحد خذ منك لعبة وكسرها بالغلط، شنو تسوي؟ تسامحه ولا ما تسامحه؟ سامحه. ليش تسامحه؟ هاي محمد، لأن شنو قول محمد قول. لأن الرسول أمرنا بالتسامح، صح؟ وأكيد المسامح كريم. يا سلام عليك يا محمد. زين عندك شيء تسمعنا يا أنا وحصة؟ نعم. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الفتنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا محمد. يلا جاهز السؤال؟ جاهز. سؤالك يا محمد يقول: معلم يظهر في ورقة الخمسين ريال ويرمز لماضي قطر، شنو هو؟ مجسم المركب ولا مجسم الساعة ولا مجسم الصدفة؟ هيا يا محمد. معلم موجود في الخمسين، مجسم الساعة ولا مجسم الصدفة؟ مجسم الصدفة. يا سلام، مجسم الصدفة موجود في الخمسين ريال. وإجابتك يا محمد أكيد أكيد صحيحة. إجابة صحيحة يا محمد، يعطيك العافية وما قصرت على اتصالك وعلى هذه القراءة الجميلة جدا جدا جدا. ومثل ما قلنا دائما نذكر أصدقائنا أنهم يرسلون لنا صورهم، يرسلون لنا فيديوهاتهم، يرسلون لنا كل مشاركاتهم وينضمون ويانا. لوين يا حصة؟ لنادي ساعة مرح. أي شيء تسويها في أي شيء تسويه في البيت ترسله لنا وتصوره لنا، ترسم، تطبخ، تلعب رياضة، تسوي أي شيء ارسل لنا عشان نعرضه ويانا في برنامجنا على الرقم 5595 85 85. مثل ما شفنا الرقم قبل شوي، وأكيد كلكم عرفتوا رقمنا. ونقول ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ محمود اليافعي. شنو؟ شو اسمك؟ هل عماد اليافعي. حور، صوتك حلو، صوتك عالي ما شاء الله يا حور. كم عمرك؟ أربعة. أربعة، العمر كله إن شاء الله يا حور. زين شنو تبين تصيرين يوم تكبرين؟ دكتورة أطفال. ما شاء الله، يا سلام، رائع رائع يا حور. نفس حصة تبين تصيرين ها حور؟ ايه. زين حور تحبين حصة؟ ايه. وايد وايد ولا شوي؟ وايد. وأنا أيضا. يا سلام، حتى حصة تحبك وإحنا نحبك يا حور. زين حتى أنا أحبك. وأنا أيضا أحبك كثيرا يا حور. إنزين حور، إذا مثلا حصة جات عندك البيت وخذت منك اللعبة اللي عطوك إياها أمك وبوك هدية، بس حصة بالغلط كسرت اللعبة، صح؟ بالغلط. صحيح. بالغلط، شنو تسوين؟ تسامحين حصة ولا ما تسامحينها؟ تبي قاعد تفكر تفكر تفكر. يا سلام عليك يا حور. لازم تسامحينها يا حور. ليش؟ أحسنتي. ليش تسامحينها يا حور؟ عشان حصة حقتي، عشان تصيرين زينة، وعشان المسامح كريم، صح ولا لا يا حور؟ إيه.
ايوه يا حور، زين عندك شيء تسمعيننا اياه انا وحصه؟ ايه. يلا شنو عندك؟ انا والزبيبه. شنو؟ انا والزبيبه. يلا قولي يلا. بس يا سلام عليك، يعطيك العافية يا حور. تستاهلين تستاهلين صفقة يا حور، وما شاء الله عليك يا حور، الله يحفظك إن شاء الله وتكبرين وتصيرين دكتورة أطفال. جاهزة للسؤال يا حور؟ ها حور قولي. يلا حور جاهزة؟ جاهزة. يلا سؤالك يقول: ما هو الشيء الذي نطلق عليه اسم الشاشة الكبيرة؟ هل هو التلفزيون ولا المسرح ولا السينما؟ أيوة يا حور، التلفزيون، المسرح، السينما. السينما قالت، قالت السينما. إيه قالت السينما. إجابتك يا حور إجابة أكيد أكيد صحيحة. إجابة صحيحة يا حور، يعطيك العافية وما شاء الله عليك، عمرها 4 سنوات بس تكلم كنا عمرها 15 سنة. ما شاء الله عليك يا حور، الله يحفظك إن شاء الله لأمك وأبوك. أنا وحصة راح نكمل وياكم حلقتنا، بس نطلع وياكم هذا الفاصل ونرجع بعد نواصل. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا مرة ثانية، ومكملين وياكم برنامجكم ساعة مرح. طبعا كل اللي عليكم أنكم تتصلون علينا وترسلوا لنا صوركم وفيديوهاتكم وتشاركون ويانا في نادي ساعة مرح من خلال إرسالكم صوركم على الرقم 55958585. وبعد يحصة شنو يقدرون يسوون؟ اتصالاتكم على رقم 4-4-3-3-3-4-4-4. أرقامنا سهلة سهلة، تقدرون تحفظونها على طول وترسلون لنا أشياءكم اللي تسوونها في البيت، أي شيء تسوونه في البيت ارسلوا لنا ونعرضه إن شاء الله في حلقتنا القادمة. ودائما نذكركم أن برنامجكم ساعة مرح يأتيكم كل سبت واثنين من الساعة 5 لين الساعة كم؟ لغاية الساعة 6. من 5 لين 6 احنا وياكم، ونرحب بكل أصدقائنا اللي يشاركون ويانا ويرسلوا لنا صورهم وفيديوهاتهم، وننتظر الاتصال. اتصال يا حصه، يلا عندك. عندي انا؟ يلا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا اهلا، مين معي؟ ساره. اهلا يا ساره، كم عمرك؟ 8 سنين. 8 سنوات، رائع. وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ مدرسة علوم. ما شاء الله ما شاء الله، رائع، أحسنتي. طيب يا سارة أخبريني، هل كان تصرف عبد الله جيد عندما عرف بأني كسرت الهدية، هدية العطر؟ لا. ها ف... هاي سارة. سارة. لا أنا سامحتها لأنك كسرت عطري، تقول لي لا أنا اليوم حصة كسرت عطري، بس أنا سامحتها. أمبلا أمبلا صح. أوكي يا سارة، يعني الشيء اللي أنا سويته صح؟ إيه. يعني أنا زين، ما عاقبتها ولا زعلت عليها وسامحتها، يعني هاي هاي لازم نسويه صح؟ إيه. يعني الحين إذا الحين إذا حصة دشت عندك الغرفة وكسرت مثلا عطر أو هدية أنت تحبينها، بتسامحينها؟ إيه. ليش تسامحينها؟ عشان كسرت عطري بالغلط. بالغلط صح. نعم صحيح. ولأن الرسول وديننا قالوا لنا إن لازم نسامح، والمسامح كريم، صح ولا لا؟ صح. يا السلام عليك يا سارة، مدرسة العلوم. سارة عندك شيء تسمعيننا إياه؟ استعد للسؤال. لا ما قلت، مو بسؤال، قبل السؤال لازم احنا نسمع منك شيء، نسمع مثلا نشيده، اغنيه من المدرسه، قران، لازم تسمعي لنا شيء عشان نشوفك ان انت مستعده صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا سارة. الحين نسألك أنا وحصة، جاهزة للسؤال؟ إيه. يلا يا سارة، سؤالك يقول كم عدد آيات سورة الفاتحة اللي قرأتيها الحين، يعني على 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 الآيات اللي قرأتيها، 50 آية ولا 240 آية ولا 7 آيات؟ 7 آيات. 7 آيات. متأكدة؟ إيه. أكيد خلاص نثبت. إيه. ما في روحة ورجعة. لا. زين يا حصة، إيش رأيك؟ يا سلام عليك يا سارة، بدون مساعدة أحسنتي. كلش. ما احتاجت ولا شيء. شنو يعني إجابتها يا حصة؟ يعني يا سارة إجابتك صحيحة. يا سلام عليك يا سارة. سارة معانا؟ إيه معاكم. زين سارة، شنو الأشياء اللي سويتيها في البيت وأنت قاعدة هالفترة؟ شنو تعلمتي وأنت قاعدة في البيت؟ ساعدت أمي. إيه. قرأت قرآن. ما شاء الله. بعد؟ وقرأت قصة. حلو. طبختي ولا ما طبختي يا سارة؟ طبخت مع أمي كيكة. حلو. كيكة شنو؟ كيكة شوكولاتة. كيكة شنو؟ شوكولاتة. حلو. زين لازم خلاص الحين مثلا بكرة تسوين الكيكة مرة ثانية حصة شفتي شلون؟ يبدو شهية جدا. ايه لازم نشوف الشكل بعد، لازم تسوين الكيكة مرة ثانية يا سارة وتطرشين لنا. زين؟ اوكي يا سارة، يعطيك العافية يا سارة، والله يحفظك ان شاء الله لامك وابوك وتكبرين وتصيرين معلمة علوم. علوم. ايه تبي تصير ابلة علوم ان شاء الله، تكبر وتدرس وتدخل الجامعة. ونقول الو، السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ محمد. محمد، كم عمرك يا محمد؟ 12. ما شاء الله، يمكن محمد اكبر متسابق، اكبر متصل معانا. صحيح. انت اكبر صديق لنا في البرنامج يا محمد. ها محمد، شنو حاب تصير يوم تكبر ان شاء الله؟ لا كرة قدم. ما شاء الله، اي نادي تشجع يا محمد؟ السد. متأكد تشجع السد؟ ما تشجع العربي؟ لا مو عفاوي. زين يا محمد، وين تحب تلعب؟ اي مركز تحب تلعب؟ شلون يعني؟ يعني وين تلعب؟ ظهير، مهاجم، دفاع، وسط، حارس، شنو المركز اللي تحبه؟ لا جناح يسار. جناح يسار، يعني نفس اكرم عفيف. ايه. يا سلام عليك يا محمد، ان شاء الله تكبر وتصير لاعب في المنتخب وتشارك في كاس العالم ان شاء الله يا محمد. الله يعطيك العافيه. يلا عندك شيء تسمعنا اياه؟ لا قبل ما اقول لك عندك شيء تسمعنا اياه، خلني اسالك، ايش رايك في الشيء اللي انا سويته ما احصل اليوم؟ مثلا اليوم او بكره انت يعني عندك في الغرفه كوره تحبها تلعب فيها كل يوم، كوره في الحديقه، فحصه دشت الغرفه وبالغلط فشت الكوره عليك، تسامحها ولا ما تسامحها؟ اسامحها. ليش تسامحها؟ لما اختي او احد من اقربائي. حلو. يا سلام يا محمد. ولانها كانت بدون قصد، صح؟ صح. يا سلام عليك يا محمد، الله يحفظك ان شاء الله. يلا عندك شيء تسمعنا اياه؟ لا ولا شيء ولا نشيدة ولا أغنية شي. عن المنتخب، أنت بتصير لعب كورة يعني، سمعنا شيء عن المنتخب. هاي لما أكبر إن شاء الله. يوم تكبر إن شاء الله. إنزين يا محمد، يلا جاهز للسؤال؟ جاهز. يلا يا محمد، سؤالك يقول، أتوقع أنه ما يحتاج مساعدة يا حصة، يعني أتوقع محمد راح يجاوب على طول، في أي عام ستنظم قطر مونديال كرة القدم؟ 2020، 2021، 2022. 2022. إجابتك يا محمد. أكيد أكيد يا محمد. صحيحة. بس تقول. هو قالها بروحه. شنو يا حصة؟ صحيحة. إجابتك صحيحة. يا سلام عليك يا محمد.
ان شاء الله ان شاء الله تحضر كل مباريات المنتخب من الملعب، وبعدين بعد 4 سنين ثانيه تكون ان شاء الله في المنتخب وتشارك في البطولات وتاخذ البطولات مع المنتخب. يا محمد يعطيك العافيه. شكرا لك يا محمد. شفتي محمد يحب يلعب كره قدم ويحب يلعب جناح ايسر. صحيح. يعني هذا المركز يحتاج له سرعه، يحتاج للياقه، يحتاج لواحد يكون مركز، واتوقع محمد ان شاء الله مركز، يحب نادي السد ويحب كل الانديه بعد ان شاء الله. ونقول يلا يحصى عندك. عندي انا. يلا. الو. الو. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، مين معي؟ سيف. اهلا يا سيف، كم عمرك؟ 9. 9 سنوات، رائع. وماذا تريد ان تصبح يا سيف؟ شرطي. شرطي. ما شاء الله شرطي. يا سلام. حلو. كيف كان تصرف عبد الله اليوم يا سيف؟ لقد كسرت الهدية بدون قصد. سيف اليوم حصك اليوم حصك كسرت هديتي اللي انا احبها بدون ما تقصد، وانا سامحتها. هالشيء صح اني انا اسامحها ولا غلط؟ صح. ليش صح؟ لأنك كسرته بالغلط. اي لأنك كسرته بالغلط حصه، ولأن المسامح كريم، صح ولا لا يا سيف؟ صحيح. صح. واللي يسامح الحين، اللي يسامح يعني ياخذ اجر ان شاء الله، اجر كبير عند الله يا سيف. سيف عندك شيء تبي تسمعنا اياه؟ يلا تفضل. قرآن. تفضل يلا يا سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا سلام، صدق الله العظيم. يا سلام، صوته رائع يا عبد الله. صوته رائع وتجويده حلو وقراءته جميلة. نعم. سيف لين أي سورة حافظ؟ من سورة عما يتساءلون. ما شاء الله، يعني حافظ جزء كامل. إن شاء الله تكبر وتكمل تحفظ 29 جزء الباقي وتختم القرآن. قول إن شاء الله يا سيف. إن شاء الله. إن شاء الله يا سيف. يلا سيف جاهز للسؤال؟ يلا سؤالك يا سيف يقول: ما هو اللجين؟ هل هو الفضة ولا الذهب ولا النحاس؟ هيا يا سيف، ما هو اللجين؟ شنو اللجين؟ الفضة، الذهب، النحاس، الفضة. يا سلام. شنو قال؟ الفضة. الفضة، وإجابتك يا سيف على هذه التلاوة الحلوة والقراءة الجميلة وحافظ جزء كامل، أكيد يا سيف إجابتك صحيحة. إجابة صحيحة يا سيف، يعطيك العافية. ومثل ما قلنا، بما أن تلاوتك جميلة وحلوة جدا، لازم تكبر وتحفظ القرآن. ودائما نقول ان اللي يحفظ القران يلبس امه وابوه تاج الوقار يوم القيامه. فاحنا نحاول نحفظ القران ونقرا ونرتل. بس احنا الحين قبل ما نستقبل الاتصال القادم يا حصه، تدري شنو عندنا؟ اخبرني. عندنا تقرير، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع بعد نكمل باقي حلقتنا.
يا سلام، نشكر صبا على هذا العمل الجميل اللي سوته. ودائما نقول لكم أصدقائي، احنا في برنامجنا تكون عندنا فقرة نصور لكم فيها ونعرض لكم فيها أشياء بسيطة ولكن لها أثر كبير، وتقدرون تسوونها في البيت بسهولة جدا، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح صحيح. فشنو نقول حق أصدقائنا اللي يسوون هذه الأشياء؟ شنو يسوون؟ شكرا 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 لكم، إنها جميلة جدا. ولازم بعد ما تسوون هذه الأشياء تصورونها لنا وترسلونها لنا في برنامجنا عشان نشوف شنو الشيء اللي انت قاعدين تسوونه في البيت. ودائما تنضمون ويانا لنادي ساعة مرح، نادينا اللي ما راح يكبر إلا فيكم وبتواجدكم فيه. فلازم نقول لهم ارسلوا لنا واتصلوا علينا وشاركوا ويانا في برنامجنا اللي هو للصغار وبعد للكبار، بعد احنا والكبار اللي قاعدين في البيت نستفيد منهم ويفيدوننا أكثر من خلال حرصهم على عيالهم، من خلال أن عيالهم يشاركون ويانا في البرنامج، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح أكيد صحيح. فنقول اتصال عندك يا حصة، يلا عندك أنت يا عبدالله. عندي خلص أخذه؟ يلا أقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ ليلى محمد النعيمي. والنعم يا ليلى، كم عمرك؟ 9. نيلة ولا ليلى؟ نيلة. نيلة معاي ولا لا؟ ألو ألو، شكله يقطع، شكله الإرسال عندها شوي مو بوكي. نيلة مو بواضح صوتها، مو بواضح صوتها، مو بواضح. نيلة اتصلي مرة ثانية وإن شاء الله ناخذ اتصالك مرة ثانية وتشاركين ويانا مرة ثانية. نقول ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو ألو. السلام عليكم. معاي معاكم محمد فهد. محمد فهد، والنعم يا محمد، كم عمرك؟ 9 سنين. العمر كله إن شاء الله يا محمد. شنو حاب تصير يوم تكبر؟ دكتور. دكتور شنو؟ دكتور أسنان. حلو، دكتور أسنان. إذا تبي تصير دكتور أسنان شنو لازم تسوي الحين؟ شلون تحافظ على أسنانك يا محمد؟ لازم أفرشها. كم مرة في اليوم؟ كل يوم. كل يوم بس كم مرة في اليوم؟ مرتين ولا ثلاث ولا مرة واحدة؟ 3 مرات. 3 مرات، حلو حلو يا محمد. يا محمد أحسنت. شوفي شلون مهتم بنظافة أسنانه من الحين لأنه بيصير دكتور أسنان محمد. زين محمد، اليوم حصة دخلت الغرفة وكسرت عطري بالغلط وأنا سامحتها، هالشي صح ولا مو بصح؟ صح. زين أنت مثلا الحين إذا كانت عندك لعبة وحد من أخوانك خذاها وكسرها بالغلط، تسامحه ولا لا؟ بسامحه. ليش تسامحه يا محمد؟ أنا دائما الرسول يسامح. دائما الرسول يسامح، والرسول قدوتنا، صح ولا لا يا محمد؟ صح. فإحنا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. محمد عندك شيء تسمعنا إياه؟ لا. ولا شيء ولا شيء؟ ولا قرآن ولا نشيدة ولا شيء تعلمته في المدرسة؟ ولا شيء. أفا يا محمد، زين خلاص بما أنا ما تبي تسمعنا شيء بسألك سؤال ثاني. الحين أنت قاعد في البيت في هالفترة اللي طافت، شنو الأشياء اللي سويتها وأنت قاعد في البيت؟ قاعد في البيت أسوي أشياء مفيدة. شنو الأشياء المفيدة اللي سويتها؟ قلي قلي عشان أتعلم أنا بعد، أنا قاعد في البيت بعد أبي أسوي نفسك. أرسم وألون. وبعد؟ ارسم وتلون. ترسم وتلون، حلو. بس لازم الحين بما انك قلت انك ترسم وتلون ترسل لنا بعض الرسومات اللي رسمتها في البيت. زين زين. يلا محمد جاهز للسؤال؟ جاهز. سؤالك يا محمد يقول: كيف يكون المبتدأ في الجملة الاسمية، مرفوعا دائما ولا منصوبا دائما ولا مجزوما دائما؟ مجزوما؟ لا لا يا محمد، فكر فكر. مرفوعا دائما، منصوبا دائما، مجزوما دائما. مرفوع. مرفوعا دائما. يا سلام يا محمد. محمد دكتور الأسنان محمد، إجابته أكيد أكيد صحيحة.
يا سلام عليك يا محمد، يعطيك العافية وشكرا لك. واتصالك الثاني مرة ثانية تتصل علينا، لازم تسمعنا شيء، لأن أنا أحس أن صوته حلو يا حصة. صحيح، بس يمكن شوي مستحي، بس المرة الجاية راح يسمعنا أكيد محمد، وكل أصدقائنا اللي اتصلوا علينا احنا راح نساعدهم وراح نفوزهم أكيد، لأن ما حد يطلع من عندنا شنو يا حصة؟ أكيد مش راح يطلع خسران، ما حد يطلع خسران ويانا. يلا يا حصة عندك اتصال عندي. يلا. ألو. ألو، أهلا، مين معي؟ شيماء منصار. شيماء؟ أهلا يا شيماء، وكم عمرك؟ 10. 10 سنوات. نفسك ها؟ نعم نعم. وأخبريني ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ معلمة. ماذا؟ عربي. عربي، أحسنتي يا شيماء، معلمة اللغة العربية شيماء. يلا سليها عن تصرفي اليوم، أنا سويت معاك شيء حلو يا حصة. يلا يا شيماء أخبريني، ما رأيك بتصرف عبدالله اليوم بعد أن عرف بأني قمت بكسر هديته؟ ما فهمت. لم تفهمي؟ حسناً سأعيد السؤال، أخبريني عن تصرف عبدالله في بداية الحلقة عندما أخبرته بأني كسرت الهدية العطر. يمكن وهو سامحني أكيد. ما رأيك بهذا الكلام؟ شيماء أنا سامحت حصة اليوم، هالشي صح ولا غلط؟ ها شيماء وينك؟ معانا؟ إذا حد زعلك يا شيماء تسامحينه ولا لا؟ انزين خلاص، ايش رايك يا حصة نعطيهم السؤال على طول؟ انزين قطع الاتصال. ما عليه يا شيماء، ان شاء الله تتصلين مرة ثانية ونسألك سؤال وتجاوبين علينا. يمكن كانت متوترة شوي قاعدة في البيت مع اخوانها واخواتها، يمكن كانت متوترة. صحيح. من السؤال ونقول الو، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ أنا زين محمد. زين، كم عمرك يا زين؟ 10 سنوات. العمر كله إن شاء الله. ها زين، شنو حابة تصير يوم تكبر؟ أنا بنت. أنت بنت؟ زين يا بنت، أنا آسف سامحيني. زين شنو حابة تصير يوم تكبرين؟ معلمة علوم. معلمة علوم، حلو يا زين. يا سلام يا زين. زين ايش رايك في تصرفي اليوم؟ انا سامحت حصة بعد ما كسرت عطري، تصرف صحيح ولا غلط؟ صحيح. ليش صحيح؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسامح. صار الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسامح، والرسول قدوتنا. صح يا زين؟ صح. فلازم احنا نتبع الاشياء اللي كان يسويها الرسول ونسامح. اكيد اذا حد مثلا كسر عليك لعبه تحبينها تسامحينه، صح؟ صح، لان اذا سامحت ان شاء الله تجيك هدايا والعاب اكثر واكثر واكثر. يعطيك العافيه. زين عندك شيء تسمعيننا اياه؟ ايه. شنو؟ قرآن. يلا تفضلي يا زين. لا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ومحل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقت الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا زين، صوتك شوي يقطع، فعشان تي راح نسألك سؤال. جاهزة يا زين؟ دائما جاهزة. يا سلام، دائما جاهزة ودائما لازم تكونون جاهزين. وسؤالك يا زين يقول، ما هو الشيء الذي نشاهد فيه أنفسنا ولكن بالمقلوب؟ هل هو آلة التصوير ولا المرآة ولا النافذة؟ هيا يا زين، آلة التصوير. لا 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 لا، انتبهي يا زين. المرآة. إجابتك يا زين إجابة صحيحة.
إجابتك صحيحة يا زين، يعطيك العافية. وننتظر مشاركات كل أصدقائنا ويانا. بس حصة إيش رأيك نطلع فاصل؟ هيا هيا يلا نطلع فاصل قصير ونرجع بعدها نواصل. اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا مره ثانيه في برنامجكم مثل ما عودناكم ساعه مرح، وساعتنا ما زالت مستمره ولازم تكون مليئه بالمتعه والفائده، واكيد مليئه بكل المرح والفرح من خلال مشاركتكم ويانا انا وحصه. صح ولا لا يا حصه؟ اكيد اكيد يا عبد الله. انزين ونقول اتصال. ها اخذ انا ولا انت؟ انا يلا تفضلي يا حصه يلا. الو 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 اهلا، مين معي؟ مع عبد الرحمن محسن. عبد الرحمن، عبد الرحمن اهلا يا عبد الرحمن، كم عمرك؟ 10 سنين. 10 سنوات، يا سلام. وماذا تريد ان تصبح عندما تكبر؟ دكتور. دكتور، دكتور ماذا؟ دكتور اسنان. دكتور اسنان، رائع. دكتور اسنان، يعني لازم نسألها كم مرة تفرش أسنانك يا عبد الرحمن؟ 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم، حلو. لازم تحافظ على أسنانك على أساس أنها تكون نظيفة وتكون قوية. يلا سألي يا حصة، سألي عن أنا اللي سويته اليوم. نعم نعم نعم، أخبرني يا عبد الرحمن كيف كان تصرف عبد الله عندما أخبرته بأني كسرت أنينة العطر لديه؟ تصرف صحيح. تصرف الصحيح. تصرف صحيح. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا. انا سامحت حصه اليوم، انت اذا حد مثلا كسر عليك لعبه تحبها، كسر عليك هديه، تسامحه ولا ما تسامحه؟ اذا سواها اول مره سامحه، اذا مره ثانيه ما سامحه. لماذا 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 يا عبد الرحمن؟ لانه كان يعرف الخطه وسواها مره ثانيه. يا سلام عليك يا عبد الرحمن، حلو. هو الشخص المره الاولى كسرها وبالغلط وسامحناه، بس إذا كسرها مرة ثانية أنت ما تسامحه لأنه كان يعرف بالغلط وعادة. صح؟ صح. حلو يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليه، فاهم عبد الرحمن. صحيح، يعني أحسنت. يعني يسامح المرة الأولى ويعني إن شاء الله يسامح الثانية والثالثة بعد. زين عبد الرحمن، عندك شيء تسمعنا إياه؟ إيه، قرآن. يلا تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. يلا جاهز للسؤال؟ جاهز. يلا يا عبد الرحمن سؤالك يقول كم عدد الكتب في مكتبة قطر الوطنية؟ أكثر من 1,000,000 كتاب ولا أكثر من 100,000 كتاب ولا أكثر من 500,000 كتاب؟ هيا يا عبد الرحمن، أكثر من 1,000,000 كتاب ولا أكثر من 100,000 كتاب ولا أكثر من 500,000 كتاب؟ 1,000,000 كتاب. أكيد. أكثر من 1,000,000 كتاب. عبد الرحمن تحب القراءة؟ تحب تقرأ عبد الرحمن؟ نعم. زين زرت المكتبة ولا ما زرتها؟ لا. إن شاء الله بعد ما تفتح الأمور ونوصل المرحلة الرابعة تزور هذه المكتبة، مكتبة قطر الوطنية، وراح تحصل فيها كل الكتب اللي تحبها لأن عدد الكتب في المكتبة أكثر من 1,000,000 كتاب. وإجابتك تعتبر أكيد أكيد صحيحة. إجابتك صحيحة يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. ودائما احنا نحب القراءة ونزور مكتبة قطر الوطنية لأن راح نحصل فيها كل أنواع الكتب وتناسب كل الأعمار، وفي أماكن طبعا مخصصة للاجتماعات، أماكن مخصصة على أساس أن نقعد فيها بروحنا. فالمكتبة موفرة كل سبل الراحة للي يحبون القراءة. يا سلام. فأنت حصة أنا عارف أنك تحبين القراءة. أنا أذهب بشكل دائم. نعم، وأنا جبت لك 4-5 كتب فأكيد راح تخلصينهم في المكتبة لأن في هدوء وتقدرين تقرين. صح ولا لا؟ صحيح صحيح صحيح. يا سلام، اتصال. يلا يا حصة عندك. عندي أنا. يلا. ألو.
ألو 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 أهلا، مين معي؟ نساء. لا من؟ نساء. أهلا يا رتاج، كم عمرك؟ سبعة. سبع سنوات. رتاج سأطلب منك طلب، أرجو أن تسمعيني من الهاتف وليس من التلفاز. رتاج اسمعينا من التليفون، لا تسمعينا من التلفزيون. يلا رتاج، كم عمرك أخبرتيني؟ سبعة. سبع سنوات. نعم 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 صحيح. وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ دكتورة. دكتورة ماذا؟ أسنان. وأنت أيضا يا سلام. أيوة دكتورة أسنان. كم مرة تفرشين أسنانك يا رتاج في اليوم؟ ثلاث مرات. لازم تحافظين على أسنانك زين. اليوم أنا وحصة صار بيننا موقف. حصة دخلت الغرفة وكسرت هديتي بالغلط وأنا سامحتها، صح اللي أنا سويته ولا غلط؟ صح. ليش صح؟ قولي لي. لأن المسامح كريم. المسامح كريم وأنا سامحتك. يعني على طاري هالكلام، إذا حد كسر عليك هدية أو كسر عليك لعبة بالغلط تسامحينه ولا لا؟ أسامحه. تسامحينه. أحسنتي. يا سلام عليك يا رتاج. زين عندك شيء تسمعينه إياه؟ إيه. شنو؟ سورة البقرة. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا تفضلي عطينا جزء بسيط من سورة البقرة يا رتاج، تفضلي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خير يا رتاج، ما شاء الله عليك. لين أي سورة حافظة يا رتاج؟ حافظة سورة البقرة. ما شاء الله عليك. إن شاء الله تكملين وتحفظين باقي القرآن. يعطيك العافية يا رتاج، ما شاء الله عليك. يلا جاهزة للسؤال؟ يلا رتاج سؤالك يقول يا رتاج، بعد ما قرتي لنا سورة البقرة، يقول سؤالك: ما هي الظاهرة الطبيعية التي تحدث في البحر يوميا؟ هل هي الفيضان ولا المد والجزر ولا التصحر؟ المد والجزر. رتاج إجابتك. أكيد صحيحة. يعطيك العافية يا رتاج، اسمك حلو وقراءتك حلوة، وهذا كان آخر اتصال معانا يا حصة اليوم. وباقي الحين مثل ما عودناكم نعرض لكم صور أصدقائنا اللي انضموا ويانا. وين يا حصة؟ إلى نادي ساعة مرح. إلى نادي ساعة مرح. ويلا خلونا نشوف أصدقائنا. أول صديق ويانا هو مصطفى سيدي، وحاب يصير يوم يكبر شنو؟ طبيب أطفال. وبعد معانا الجود المرباطي، شنو تحب؟ القراءة. تحب القراءة. ويانا بعد براء الأخرس، وشنو يحب؟ كرة القدم. إن شاء الله يكبر ويصير لاعب كبير. ومعانا خديجة والهادي، يحبون شنو؟ كرة القدم والتلوين. وبعد معانا جابر سعود الصعاق، شنو يحب؟ يا سلام، المطالعة. حلوة يعني القراءة ويقرأ وايد. ومعانا خليفة العبيد، شنو يحب؟ القراءة بعد. ونشوف منو معانا بعد؟ جنى محمد القاعور، تحب الرسم؟ الرسم والسباحة. ويانا حمزة محمد القاعور، شنو يحب؟ كرة القدم. حتى ولاحظي واقف في ملعب وجاهز للعب. ومعانا ميثا الريامي، شنو تحب؟ التزلج على الجليد. ما شاء الله عليها. احنا ما عندنا جليد هني، بس
لازم نتعلم بعد على هذه الأشياء. صحيح. ومعنا موزة أحمد الكواري. وشنو تحب؟ الرسم. تحب الرسم. ونشوف منو معانا. فاطمة محمد العبدالله شنو تحب؟ الرسم والطبخ. الرسم والطبخ. ولازم ترسل لنا الطبخات اللي تسويها على أساس أننا نعرضها في حلقتنا. ومعانا آخر صورة شروق ضياء الحق. الله يا سلام، كتابة القصص، تكتب القصص، يعني مو بس تقرأ، لا تكتب القصص. لازم بعد ترسل لنا شوي من القصص اللي تكتبها. وحصة احنا خلصنا، شنو نقول حق أصدقائنا؟ إلى اللقاء ونراكم بالأسبوع القادم. انتظرونا الأسبوع القادم ونشوفكم على خير، ومع السلامة يا أصدقائنا.